وستكون باكورة النشاط هي 15 شاحنة محملة بالأدوية هدية المملكة العربية السعودية إلى الشعب العراقي وحصرا إلى وزارة الصحة. سيحضر الافتتاح وحفل الافتتاح وفد عراقي رفيع المستوى. أهمية منفذ عرعر على المستوى الاستراتيجي أهمية كبيرة جدا، باعتباره سيصبح المنفذ الرئيسي لدول الخليج والمنفذ الرئيسي لعبور وتفويج الحجاج العراقيين والمعبر الرئيسي للخط الدولي السالك باتجاه المملكة العربية السعودية. من ضمن الاستعدادات المهمة تم تأمين الطريق من منفذ عرعر الحدودي إلى محافظة الأنبار ومن منفذ عرعر إلى محافظة كربلاء المقدسة. كذلك تم إكمال البنى التحتية والمسارات لممارسة جميع النشاطات التجارية.